موقف مش عايز اقول سهل، هو صعب على الفرقتين. الاجواء هناك احنا عارفينها، وزي ما بقول لحضراتكم الاجواء دي لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات انها تتعامل مع الاجواء النهارده. بتكلم على الاجواء الجماهيريه، لان ده سلاح الفرق المغربيه، معظم الفرق المغربيه في جميع البطولات. اعتماد كلي سلاح رقم واحد الجماهير، تشجيع الجماهير وحماس الجماهير هو ده، خصوصا في البدايه. خصوصا في البدايه لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت كانت المباراه في نفس الظروف، وكان تشجيع جنوني وحماس فوق العاده من الجماهير. زي ما احنا هنا برضو بنعتمد اعتماد كلي على او في المقام الاول على طبعا توفيق ربنا وفضله وجماهير النادي الاهلي العظيم. هم برضو عندهم جمهور حماسي جدا، البدايه بتاعتهم دايما يعني بيستمدوا القوه بتاعتها من الجمهور. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت في بدايه المباراه بين الرجاء والاهلي، الرجاء تمكن في اول 4-5 دقايق ان هو يحرز هدف. زي ما بقول لحضراتكم الامور اتصعبت، ولكن لعيبه النادي الاهلي بفضل الله كان ليها راي تاني. الحمد لله على الجانب الفني، الحمد لله جميع لعيبه النادي الاهلي اللي في المغرب، احنا طبعا عارفين ان عمرو السوليه يعني حصل له اجهاد وما سافرش، او اصابه وما سافرش، وده طبعا علشان خد مباريات كتير. اللي مش واخدين بالها منها الرابطه، اللي بيصعبوا علينا الامور الرابطه، اللي ما بيساعدوش النادي الاهلي الرابطه، والنادي الاهلي ما بيتكلمش. ولكن المجموعه اللي سافرت المغرب كلنا ثقه فيهم، كلنا ثقه في الجهاز الفني، وكل اللعيبه جاهزه اي حد يلعب. وفي ميزه عملها مستر كولر ان هو خلى اللعيبه او معظم اللعيبه او غالبيه اللعيبه جاهزه في اي وقت، مش فارقه معاه مين غاب يحط حد مكانه، ما تفرقش مين اتصاب، مفيش مشكله، الراجل يحط حد مكانه، واللي بينزل البديل اللي بينزل بيأدي برضه وبيأدي اللي عليه، وما تحسش ان الاهلي ناقصه حد. مع ان النادي الاهلي ده انا هجيبها لكم بالارقام، الفتره اللي فاتت دي كلها النادي الاهلي لعب كام مباراه في فتره قد ايه، وبقيه الفرق، بلاش بقيه الفرق، بقيه الفرق المنافسه اللي معاه في مصر لعبت قد ايه. كلنا ثقه في الجهاز الفني، كلنا ثقه النهارده في لعيبه النادي الاهلي. المدير الفني هو اللي هيختار طبعا التشكيل الانسب والطريقه الانسب من وجهه نظره. الماتش الاولاني احنا شفنا الماتش برضو كان صعب علينا، يمكن اتفاجئنا في اول ربع ساعه ان الرجاء كان بيلعب مباراه مفتوحه وكان ضاغط شويه على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي الحمد لله تخطى اول ربع ساعه ودخل بعد كده في اجواء المباراه وفرض سيطرته حتى نهايه المباراه. يمكن حتى الصحف المغربيه يمكن هجمت منذر الكبير اللي هو المدير الفني بتاع الرجاء ان هو الشوط الثاني وهو خسران 1-0، ومع ذلك هو كان عايز يحافظ على النتيجه 1-0 وبيلعب من نص ملعبه وما كانش بيهاجم النادي الاهلي. النادي الاهلي انا متاكد النهارده النادي الاهلي هيعدي باذن الله الموقعه الصعبه دي. انت بتلعب فرقه كبيره ليه جماهير كتير على ارضه، وسط جمهور تشجيع جنوني بيكون تشجيع شرس، وعايز يعوض الخساره بتاعت الماتش الاولاني اللي هو 2-0. لكن النادي الاهلي كبير القاره الافريقيه، النادي الاهلي زعيم القاره الافريقيه، النادي الاهلي عنده من اللعيبه وعنده من الخبرات ما يكفي ان شاء الله لتخطي عقبه الرجاء النهارده، وخصوصا البدايه. البدايات مهمه جدا 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 في المباريات الكبرى اللي هي زي دي، وخصوصا وانت بتلعب على ملعب الخصم. النادي الاهلي عندهم الخبرات من ان هو يمتص حماس اللعيبه والجماهير المغربيه اللي هي هتملى الملعب زي ما اتقال قبل كده 55,000 متفرج، يا دوبك التذاكر نزلت ساعتين خلصت زي عندنا كده بالظبط. حاجه تانية يمكن احنا برضو بنحب نشوفها وبناء عليه بنعرف الافكار اللي بتدور في راس مستر كولر. وطبعا كان امبارح في مؤتمر صحفي لمستر كولر ومحمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، اكدوا ان هم ما بيبصوش خلاص الماتش الذهاب. ماتش الذهاب عدى، ماتش الذهاب عدى، لكن احنا كسبنا في ماتش الذهاب 2-0، دي ما تتنسيش عشان الناس اللي تقول ننزل 0-0، مفيش حاجه اسمها ننزل 0-0. 0-0 ايه؟ احنا كسبانين 2 الماتش الاولاني، دي مش هتتنسي. احنا طالعين معانا جولين النهارده في ارض المغرب، معانا جولين، ماتش صعب، ماتش صعب قدام فريق محترم، قدام فريق محترم وفريق كبير جدا جدا جدا، لكن